السلام عليكم ليكيب، كما راكم تشوفوا معنا اليوم رانا في بلاصه ربما بزاف فيكم يعرفوها اللي هي جايه في الويست مينستر. البلاصه هذه فيها البيج بان، كما راكم تشوفوا بلاصه شائعه بزاف، ناس بزاف يجوا ليها. بيبنا منها ما شاء الله يعني بان عربي، يعني موسيقى عربيه، لحن عربي. نكملوا دوك، نروحوا معكم ليكيب المنطقة أخرى جاية حدا البيج بانك اللي عيطولها لندن آي، عين لندن. دوك تشوفوها كما راكم تشوفوا ليكيب، راني حارق الروج، هي ممنوع تحرق، لازم على الأقل تضغط في البوطون الصفراء باش يقولوا لك انتظار، ثم تقدر تقلع. هنا تلقاو بعض الناس يقدموا في الألعاب، تلقاو ناس جاية تفيري فيه، ناس جاية تشوف، كاين اللي يجي يصور، يعني حاجه ما شاء الله. انا اللي قدموا الالعاب وكاع دوكا كي نقدموا شويه، رانا نقدموا للندن اي كما راكم تشوفوا معايا هنايا الابراج الى اخره. فلندن اي هاي ليكيب، شوفوا غاشي بزاف ليكيب، بزاف عباد جايين يشوفوا هذه المنطقه اللي كي تتقدم لها فيها راحه رهيبه جدا. راك تشوف معايا منها على اسمها لندن اي، لانه تشوف كامل لندن تقريبا، كامل ابراج لندن منها. دوروا منها باش تشوفوا اكثر وتستمتعوا معنا، يعني في الليل افضل بكثير، لكن احنا راح نحاولوا اننا نقدموا لكم الاضافه وخليكم تشوفوا معنا. يعني شوفوا معنا هنا ليكيب، هاي لا لندن اي ليكيب، راح تلقاو انه يعني جمال رائع جدا. يعني شوف، يعني تشوف كامل لندن في الليل، هذه المنطقة كلها مشتعلة بالأضواء. إذا راه عندي فيديو في الليل ربما لا صورت في الليل نصور لكم، تطلعوا هنا، كي تطلعوا هنا تشوفوا لندن، يعني من الفوق كامل تقدروا تشوفوا لندن بأكملها. كما أنه يقدروا أنكم تهبطوا هنايا من الدروج هذا، تهبطوا تخلصوا تيكي ويديكم بابور من البابورات الكبار، يديكم يحوس بكم كامل في البحيرة هذه تاع لندن. يعني حتى نتاكدوا نشوفوا بلي كاين كل انواع الناس، يعني كل اجناس متوفره هنايا، كل اشخاص امريكيين، اسبانيين، ايطاليين، هنديين، جزائريين، تونسيين، مغاربه، يعني كل الاجناس تجي باش تشوف هذا المنظر الخلاب، هذا المنظر الرائع، هذا المنظر اللي يريح الراس واللي يخليك تحس روحك ابيان كما كنتم تشوفوا معنا. دونك هذا جزء من الفيديو اللي حبيت نديره لكم على منطقة البيج بانك أو منطقة ويست مينستر. هذه هي منطقة ويست مينستر بشكل عام، يجوا لها السياح هنا باش يشوفوا البيج بانك. نحاولوا أننا نشوفوا الآن إذا البيج بانك راهي تبان غاية. كيما تشوفوا شوفوا البيج بانك ليس فقط الساعة، يعني كامل هذا المنطقة كما راكم تشوفوا، كامل هذا المنطقة هاي البيج بانك اللي كيف كيما راكم تشوفوا معنا، يعني روعة، منظر روعة. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم ليكيب، راني حاب ندير لكم فيديوهات قصيرة كل مرة نشارك معكم حاجة باش تجي لهذه المنطقة. إذا لربما قدر الله جيت لندن حاب تجي لهذه المنطقة، ما عليك إلا أنك تركب في المترو ستيشن في منطقة الجوبلي، جوبلي لاين اللي هو خط من خطوط المترو، ولازم باش تركب في المترو ليكيب تكون عندك بطاقة الاويستر. هذه البطاقة تشريها مرة فقط بسبعة بوندات، ثم تولي تشارجيها كل مرة باش تدخل وتخرج في ستيشن. دوك نوريكم البطاقة ليكيب باش تدو نظرة عليها. هاي ليكيب، هذه هي بطاقة الاويستر، تستعملها في الدخول والخروج من محطات المترو. هذا كان الفيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يكون اعجبكم. مازال جايين فيديوهات اخرى، بالتوفيق للجميع، نتمنى لكم كامل الخير. حتى سعيد ليكيب، تبعوني دوكا، جيتكم لواحد النقطه اللي كانوا يركبوا منها البابور ويدوا منها. نعطيكم نوع البابور، هذا هو البابور اللي تقدر تركب فيه ويحوس بيك يعني كامل بحيره لندن. وهنا تشوفوا البحيره يعني بشكل اقرب جدا، يعني كما راكم تشوفوا تقدر تدي نظرة كاملة على البحيرة هذيك. نشوفوا ما شاء الله، يعني مكان روعة، وحتى المكان اللي راني فيه راه يتحرك، يعني الماء يضرب فيه يتحرك كما راكم تشوفوا. هالبلاصة اللي كنا فيها الساعة، هيا لا الجسر اللي كنا فيه، يعني الجسر اللي كنا فيه عذرا، المكان ما شاء الله روعة. شوف هالمكان اللي راني فيه باش تقدر ندخل، ها هو
يعني حاجة روعة جدا. هذه هي ليكيب لندن، يعني هذا مكان من أماكن لندن. وريت لكم الساعة، والمرة اللي فاتت وريت لكم منطقة كامدن تاون، والآن وريت لكم ويست مينستر. من بعد إن شاء الله راني راح نحاول نوريكم كينغز كروس، ونوريكم عدة مناطق أخرى نكتشفوها في رحلة. هتساعد ليكيب ليكيب وانا نتمشى يعني في المنطقة اللي وريتها لكم دوكا، نلقاها نفسها يعني هذه راكم تشوفوها كما راكم تشوفوا. فري تشارج واتر ستيشن، ريفير يور باتر هير فور فري. يعني اذا كانت عندك مثلا قرعه تاعما كما راكم تشوفوا هنا، تاك دي كوميونيكيشن تاعك، اذا كانت عندك قرعه تاعما تضرك هنايا. الى عندك، الى خصك بوتل تشريها، الى خصك قرعه تشريها، تشريها بشحال؟ تشريها ب 3 بوندات، ردوها 2.95. الى عندك ديجا نتا قرعه يعمروها لك باطل، ما عليك فقط تحط القرعه هنا في الاسفل وتضرك على واتر وراح يتبزق الماء. هذه هي ليكيب، هذه بعض الامور اللي تشوفها في لندن. يعني يعني يعطوك الماء مجانا، فقط من تكون عندك قرعه خاويه تعمرها لك بماء تاع الشرب، يعني صالح للشرب، مش اوبليجي تشري قرعه معول. هذه باخره من البواخر اللي رانا من داريو. هذه هي ليكيب، نتمنى لكم استمتعتوا. سلام.